أدعو المتسابق بابكر سيسي من وزارة الداخلية المكلفة بالشؤون الدينية والأوقاف في السنغال في الفرع الثاني. السؤال الأول، اقرأ من قوله تعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. يا حسبك. السؤال الثاني، اقرأ من قوله تعالى: ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا. ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ. وتلك عاد، جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد. وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة. ألا إن عادا كفروا ربهم، ألا بعدا لعاد قوم هود. حسبك. السؤال الثالث، اقرأ من قوله تعالى: قال فما بال القرون الأولى. قال فما بال القرون الأولى. قال علمها عند ربي في كتاب، لا يضل ربي ولا ينسى. الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى. كلوا وارعوا أنعامكم، إن في ذلك لآيات لأولي النهى.
منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. حسبك. السؤال الرابع، اقرأ من قوله تعالى: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. وقال الذين كفروا: هل ندلكم على رجل ينبئ ويرى الذين أوتوا العلم أعد وقال الذين كفروا وقال الذين كفروا: هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا على رجل ينبئكم وقال الذين كفروا: هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد. أفترى على الله كذبا أم به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد. حسبك. السؤال الخامس، اقرأ من قوله تعالى: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة. وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا. هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزينوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. حسبك.